أشهد أن لا إله إلا الله ويدعو فيها بما ورد، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يدل على أن العفو أعظم ما يطلبه الإنسان من ربه، أن يعفو الله عنه. وإذا عفى الله عن العبد فمعنى ذلك أنه قد نجاه من شرور الدين والدنيا والآخرة. إذا عفى الله عن العبد فمعنى ذلك أنه قد نجاه من شرور الدين والدنيا والآخرة. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، دلها على هذه الدعوة العظيمة، اللهم إنك عفو، صفة من صفاته أنه يعفو، لأنه حليم رحيم جواد كريم، لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعفو لأن حلمه ورحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. يعفو عن السيئات ويقبل من عباده من المؤمنين والمؤمنات تفضلا منه وتكرما سبحانه، فاطر الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، يذنب العبد ثم يذنب فتتراكم عليه الذنوب فتطمس بسبب هذه الذنوب البصيرة ويضل في قوله وعمله ويزيغ في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، كله بسبب ما ران على القلب من الذنوب. فإذا عفى الله عن العبد أذهب عنه ذلك كله، وليس هناك ساعة أغيظ للشيطان ولا أدحر ولا أكثر بلاء وشرا على عدو الله الشيطان الرجيم من ساعة العفو من الله لعبده. وقد يجلس الشيطان يبني ويهدم على يهدم الإنسان دينه، ويبني في هدم دين الإنسان في قوله وعمله وظاهره وباطنه، حتى يمر على الإنسان 50 و60 و70 و80 و90 عاما، بل والمئة وأكثر. فإذا وقف العبد بباب الله سبحانه وتعالى وأراد الله أن يتداركه بلطفه وعفوه ومغفرته ورحمته، وقف بين يدي الله عز وجل تائبا منيبا، غفر الله له في طرفة عين. فسبحان الله ما أكرمه، وسبحان الله ما أحلمه، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. اللهم لك الحمد، أنت ربنا ولا رب لنا سواك، لك الحمد على حلمك ورحمتك وعفوك وكرمك. اللهم إنك عفو، تقول يناديه المؤمن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يحب أن يعفو عن عباده. وهل رأيت حلما ورحمة وكرما وجودا وإحسانا مثل هذا الإحسان، أن العبد يسيء فيما بينه وبين الله، ويسيء فيما بينه وبين عباد الله، ويتنكب عن صراط الله، ويتمرد على ربه، ويبارز ربه بالذنوب والمعاصي ليلا ونهارا عشيا وإبكارا، في شيبه ومشيبته وكبر في شبابه ومشيبه وكبره، ومع ذلك إذا قال رب اغفر لي فرح الله بتوبته. هل رأيت حلما ورحمة مثل هذا الحلم وهذه الرحمة؟ فليس هناك أرحم من الله بخلقه، وليس هناك أحلم من الله بخلقه، وليس هناك أمر يجد العبد حلاوته ولذته مثل عفو الله عنه. فسبحان الله، من عبد كان مهموما مغموما عمره كله في ذنوبه وسيئاته، فيصيبه الله برحمته ويشمله الله بعفوه ومغفرته فيصبح كأنه غير مذنب. ثم يتأذن الله إذا صدق العبد في توبته وصدق العبد في إنابته وأصلح في قوله وعمله، بدل الله سيئاته حسنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما أطيبها من كلمات دل عليها نبي الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهدى إليها أم المؤمنين، وأرشد إليها عباد الله المؤمنين.
أن يسألوا الله عفوه. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يستكثر من هذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكم من إنسان كان في سعادة وفي خير في نفسه وأهله وماله وولده فأذنب، فسلط الله عليه بهذا الذنب بلاء في نفسه وأهله وماله وولده، فضاقت عليه عيشته وتنكدت عليه حياته وهو لا يدري أن ذلك كله بسبب ذنبه. فإذا أراد الله أن يرحمه استكثر من هذه الدعوة، فقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عفو عنا عفوا لا مؤاخذة بعده أبدا، اللهم عفو عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا ما سلف وكان وأحسن لنا فيما بقي من الأزمان، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا بهدايتك، اللهم اهدنا بهدايتك وتولنا بولايتك واشملنا بعفوك ومغفرتك، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا ومن غاب عنا ومن أحبنا فيك، اللهم اغفر لنا أجمعين واشملنا بعفوك يا خير الغافرين، اللهم اشملنا بعفوك ومغفرتك يا خير الغافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.